للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة. أهلا بك معنا دكتور. نحن أمام اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول تدريجيا عن الوقود الإحفوري بما يشمل ذلك الفحم، النفط والغاز. أهمية هذا القرار وتأثيره. طبعا احنا اهلا بيكو، اهلا بالساده المشاهدين. طبعا احنا في غايه السعاده من الاتفاق اللي حصل، وانا بعتبره اقوى من اتفاق باريس بكتير. ليه؟ لانه كل الدول اتفقت على ان احنا نستغنى عن الوقود الاحفوري بالكامل، اللي هو مصطلح بيستخدم ان هو فيز اوت نوت فيز ليس، بحلول 2050، وبالتالي وكل الدول وافقت عليه. فده اتفاق تاريخي 100%، وان شاء الله نستمر عليه وما يحصلش فيه رجوع تاني او تبوه زي ما حصل في اتفاق باريس. هل معنى ذلك ان يمكن ان تعود بعض الدول عن قرارها بالموافقه على هذا القرار المنبثق عن كوب 28 في دبي، ووصف بالقرار التاريخي بعد الاتفاق عليه كما ذكرت دكتور؟ لا، ان شاء الله ما يحدث بقى رجوع فيه، وهو ده اللي احنا هنساعد. يعني اقصد هل هو ملزم للدول؟ ان شاء الله هو هيبقى ملزم زي اتفاق باريس اللي حدث فيه رجوع لبعض الدول. والاتفاق ده في بندين مهمين جدا احب اقول للساده المشاهدين عليهم. اتفضل. أول حاجة مساعدة الدول النامية للتأقلم مع الاحتباس الحراري، وده معناه ضخ أموال كتيرة في صندوق الأضرار والخسائر، واللي أنشئ في كوب 27 بالضغط المصري. فهي خطوات بتكمل بعض، لأننا كلنا في كوكب واحد، وطبعا الإمارات دولة شقيقة، وإن شاء الله هيبقى فيه مساعدات كبيرة في هذا المجال. طيب. تاني حاجة، نعم، هو اتفاق، هو تم الاتفاق على مصطلح اسمه 30-30، وهو معناه تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2030. فدي خطوة تانية على الطريق للوصول للنت زيرو. نعم. طيب، في مسألة ضخ الأموال، لطالما تعهدت دول كبرى بضخ أموال للدول النامية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي، لكن هذا لم يحدث. كيف استشعرت صدقا ونية حسنة في هذا المؤتمر كوب 28 في دبي؟ هناك حماس للاتفاق وحماس للتنفيذ على أرض الواقع فيما يتعلق بالأموال وضخ الأموال. هو أول حاجة أن كل الدول وافقت ووقعت على هذا الاتفاق، وده ما حدثش قبل كده منذ 2015. فده أول شيء مبشر في الموضوع. تاني حاجة أنه ان شاء الله احنا يعني قرروا في هذا الاتفاق انه الحروب لا تؤثر على ما اتفقنا عليه بالنسبه للكوكب، لانه احنا طبعا بنحاول نسيطر على الحروب الحادثه حاليا وعلى رأسها حرب روسيا واوكرانيا وغزه طبعا واللي حصل فيها. فده طبعا هيبقى نحاول بقدر الامكان حصر اقتصاده بعيد عن هذا الاتفاق التاريخي، بحيث انه في المستقبل نمشي على خطى ثابتة لكوكب واحد كلنا عايشين فيه، لازم نعيش فيه في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة. نعم. ماذا عن القرارات الأخرى؟ ماذا عن يعني النتائج والمخرجات الأخرى، يعني بعيدا عن هذا القرار التاريخي للتحول التدريجي عن الوقود الأحفوري؟ ما قرارات مهمة أيضا في أروقة كوب 28 دكتور وفيق تذكرها لنا؟ طبعا الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنا لسه سكاي نيوز مكلماني دلوقتي وجريدة إرم الإماراتية
هم ناويين ان هم يساعدوا في الطاقه الجديده والمتجدده، وعلى راسها طبعا مشاريع الهيدروجين الاخضر والطاقه الشمسيه. النهارده مصر عندها واحده من اكبر محطات الطاقه الشمسيه في العالم. الامارات بقت رابع دوله على مستوى العالم في محطات الطاقه الشمسيه، فبالتالي هيبقى في تكامل ومساعده في جميع انحاء العالم على الطاقه الجديده والمتجدده للوصول عظيم لهذا نعم. الاتفاق التالي. انتم كبرلمان عالمي للبيئه بنسبه كام راضين عن مخرجات هذا المؤتمر؟ سريعا دكتور. لا انا شايف ان هو اتفاق تاريخي بمعنى الكلمه، نعم. احسن من اتفاق باريس، فاحنا في نتائج مبشره ان شاء الله ونامل في مستقبل احسن. شكرا جزيلا دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئه، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.